لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. لمن إيه؟ كان يرجو الله واليوم الآخر وإيه؟ وذكر الله كثيرا. عنوان اللي بتاع لما كانوا فتحوا الداتا، عنوان اليوم كان اسمه إيه؟ على خطى الحبيب، اللي هو لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة. لو أنت عايز، اسمعوا معايا بقى، اسمعوا عشان نقول نقطتين مهمين جدا. لو أنت عايز تبقى على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، طول ما أنا بتكلم صلوا عليه. لو أنت عايز تبقى على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت عايزة تبقى فعلا قدوتك أسوتك وقدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش التفاهات ولا الرموز اللي بتطلع ولا السكرول اللي بيتعمل على التيك توك والأبس والحاجات اللي موجودة، مش دول. النبي عليه الصلاة والسلام بقيمته هو اللي يبقى أسوة حسنة ليكي. ها المفتاح يا رب، ها لمين؟ مين اللي دول؟ انا. كلنا بنحب النبي. الله، انت جاي تكلمينا عن النبي؟ ده احنا كلنا بنحب النبي عليه السلام وكلنا حبايب النبي وتسمعي كلام كتير جدا في الكلام ده، لكن اللي يجيب حبك ايه؟ فعلك، سمتك، افعالك، روحك. طب انا منهم اعمل ايه؟ لمن كان يرجو ايه؟ الله. اول والله يا رب عايزينك. هو حد فينا وحد فيكم جاي النهارده من غير ما يكون مرجع يا رب ارضى عنك؟ ها حد جاي بغير النية دي؟ نعدل النوايا على طول. الله واليوم الآخر وإيه؟ وذكر الله. الله ليه ختم الآية بالذكر؟ ركزوا معايا يا أخوات، ليه ختم الآية بالذكر؟ هو ده المفتاح، عشان يبقى قلبي. هاتوا بقى إيه من تحت لفوق كده، أو من آخر الآية لأول الآية. ذكر الله كثيرا، يبقى أنا من الذاكرات، هيتفتح قلبي، هكون من اللي بيرجو الله واليوم الآخر، يبقى أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدين سهل، والله سبحانه وتعالى لم يترك لنا باب من أبواب الخير إلا وقال لنا على، بس إحنا لو تفقنا. أنا أنصحكم بقراءة التفسير للشيخ السعدي، بسيط حتى نشرحه لأولادنا، بسيط جدا وسهل، وبيطلع منه التكات الجميلة دي عليه رحمة الله. فإحنا محتاجين الذكر الباب المفتاح السهل. بص قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اي في اي وضع وفي اي مكان، خليك ايه؟ اذكر ربنا سبحانه وتعالى.